صارت الساعة 11 ولحد هلأ القطار ما وصل. هي أول وآخر مرة بطلع هذا القطار. هم ضحكوا علينا، حكولنا رح يكون في واي فاي، ما كان في واي فاي، حكولنا رح يكون في محل تقدر تشحن تليفونك، ما كان في هذا كل الموضوع يعني. اللي على أساس في أي بي قاعدين نحن في أي بي يعني، ما طلع لا في أي بي ولا أي شيء. لا في أي تيز. انا فتت محل ملابس لاني بدي اشتري، لازم اشتري شورت وحفر لاني لوكسور واسوان حراره جدا عالية 50 زائد. انا هلا هون قاعده وعم بستنى القطار لحتى يجي، ضل لي شغله ساعه تقريبا وبيجي. في شغله واحده انا حابه احكيها، وهي ان انت كشخص جاي جديد لهون على البلاد، وخاصه المرأة نعم، ما بتقدري تيجي لحالك لهون، لازم يكون معك شخص بتثقي فيه، يكون معك 24 ساعة. ليش؟ لأن كله بتطلع وكله بحاول بديجي لعندك وبحاول يحكي معك وبيعطيك نظرات غريبة، فلازم يكون شاب رجال معك. أنا بالنسبة لي أنا معي الوحش الكبير، وسبحان الله بحمد ربي إني التقيت مع شخص مثله، لأن بدونه الله يعلم شو كان صار معي، لان انا بنت لحالي. انت مش لحالك، انت معك اخوتك. الله يسعدك. كمل اكل ونستنى القطار لحتى يجي. هلا واخيرا اجى القطار، رح نركب هذا القطار اللي ورانا، وبهالقطار رايحين على لوكسور واسوان together. متى رح نوصل؟ بعد قد ايه بنوصل؟ والله بكره الساعة 11. لا رايحين يعني المانيا. كم ساعة؟ احنا رايحين المانيا 12 ساعة. يا الله. يلا 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 تعال.
هاي المنطقة هاي. هلا نحن رايحين ناخذ يا باص يا تاكسي ما بعرف واحد من شغلتين، ورح يركبنا يعني رح نعبر البحر. نحن وقت ما اخذنا الترين القطار حكولنا اني رح يكون المدة 12 ساعة اوكي، حكولنا رح يكون في واي فاي، ما كان في واي فاي، حكولنا رح يكون في محل تقدر تشحن تليفونك بجنب مقعدك، ما كان في هذا كل الموضوع يعني. قالولنا رح توقفوا عدة محطات، يعني شغلت 6 محطات، كم محطة وقفنا؟ 55 محطة. الأهم شيء من كله هذا هو إني على أساس VIP قاعدين نحن VIP يعني، وما طلع لا VIP ولا أي شيء. VITs. بس هلا وصلنا الحمد لله ورايحين مباشرة على الفندق مع المجال. هاي مطعم عمين توينكي، ايوه توينكي في العواميه. شكرا لك. قاعدين هلا بدنا نشوف اي قارب بدنا ناخده للطرف الثاني. مين؟ ما عبد الله ضغط طلب عشان عم نقول لهم هم القصورين، قالوا احنا مش عارفين المكان اسمه. بدنا ناخذ هلا واحد من هدلونه. الشغله الحلوه انه وقت ما بنعمل شيك ان المنزل صاير قبال النهر، يعني اشي خرافي الموضوع، اشي كثير جميل. لحد هلا يعني اول ما فاتت رجلي على لوكسور ما بعرف ليش هيك حبيتها، في اشياء كثير حلوه بدنا نكتشفها مع سوا. ما بعرف ولكن اشي كتير جميل وحلو انك انت هلا تاخذ قارب وبدك تروح على الطرف الثاني يلي هونيك، هونيك هذاك الطرف رايحين عليه ان شاء الله. يعني هلا كل ما نحن بدنا نروح نعدي هاي الطرف هذا لازم ناخذ هذا القارب. مش القارب ده، مو هذا، لا لا قارب زي ده. اوكي واحد من اللي هونيك يعني. ايوه ايوه. قد ايه بدنا وقت لنوصل لهونيك؟ 3 دقائق. حلو. ريس مطول ولا ايه؟ مطول؟ وصلنا من هنيك لهون 3-4 دقائق تقريبا، اكثر من هيك. بدنا ننزل هون نشوف البنايه. الله لكم اجازه سعيده ان شاء الله. انا هلا غيرت ثيابي، لبست ثياب جديده. خلينا هلا ناخذ القارب وبيحكي لنا اني بده ياخذنا على منطقه الموز، مدري وين. خلينا نشوف مع سوا هلا القارب والاجواء الحلوه. ليتس جو. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناه تبعي عشان كل ما احط فيديوهات جديده تتابعوها. بشوفكم على خير في حلقات جديده ومغامرات جميله. باي.